أرسطو كان له قصة مشهورة، جاله واحد قال له أنا يعني محتاج جدا للمعرفة، قال له يعني كم تحتاج من المعرفة؟ قال لا حدود لها، يعني محتاج معرفة يعني زي ما تقول. فأرسطو خده كده وراحوا للبحر، وقام حاطط دماغه في المية وخلاه تحت المية شوية، وبعدين قام مطلعه من المية تاني. قال له ماذا تحتاج الآن؟ قال له أحتاج هواء، أحتاج هواء بصورة يعني ملحة. قال له إذا كانت حاجتك إلى المعرفة كحاجتك إلى الهواء ستنالها. طبعا القصة على أساس إخوان الباحثين يتجدعنوا شوية ويشدوا حيلهم، إن المعرفة محتاجة جهد ومحتاجة عطاء ومحتاجة قراية ومحتاجة اطلاع، فكل الحاجات دي مهمة. حلقتنا النهاردة على البارافريز أو إعادة الصياغة. إعادة الصياغة في الكتابة الأكاديمية من ضمن الأمور المهمة جدا للباحث اللي لازم ياخد باله منها. أعطيت مرة محاضرة، وبدأت المحاضرة ديت بإني خليت الطلبة اللي قدامي، كانوا حوالي 40 طالب في المجموعة أو 30 تقريبا، وقلت لهم كل واحد يطلع ورقة وقلم ويرسم قطة. فاستغربوا، هل المحاضرة بتاعت النهاردة دي عن رسم القطة ولا عن الكتابة الأكاديمية؟ فبعد ما رسموا قلت لهم بس رسموا القطة وخلونا نشوف بعد كده أقول لكم. فكل واحد رسم القطة بتاعته، قلت لهم كل واحد يطلع كده على البورد على السبورة ويلزق اللي ويكتب على القطة بتاعته اسمه كده ويحطها على السبورة. وقلت لهم اللي هيطلع قطتين متشابهتين هيبقى له مبلغ معين من المال. أنا عايز أثبت لهم إن لا يمكن بأي حال من الأحوال إن أي قطة من هذه القطط تطلع متشابهة بقطة أخرى، وده ربنا خلقنا على هذا المنوال، إن البرين إيمج بتاعتك الخريطة، المخ عبارة عن خريطة، علوم النيورو ساينس علوم المخ عبارة عن خريطة، فإذا الخريطة بتاعتي غير الخريطة بتاعتك غير الخريطة بتاعت فلان غير الخريطة بتاعت فلان. ربنا خلقنا زي بصمة الإصبع كده، كل واحد هيطلع المفهوم دوت بصورة مختلفة تانية عن التاني. يبقى اذا البسه لما طلعت ولا الكلام اللي طلع دوت مفيش حاجه طلعت متشابهه تماما خالص، كل واحد طلع البسه بتاعته بايه؟ باسلوبه. طب لو جينا عملنا ريفليكشن وعملنا انعكاس على هذا المثال على الكتابه الاكاديميه اللي احنا بنعاني منها في الوطن العربي، كله بياخد من بعضه وكله كوبي بيست وكله يعني الدنيا بايظه خالص. النهاردة خط في مثال لذيذ جدا قوي، هنثبت مع بعض ازاي ان اعادة الصياغة سهلة جدا وجميلة جدا وممتعة. تعالوا نشوف، انا جبت لكم جملة في اربع خطوات موجودين عندنا على الشمال اهم، الاربع خطوات دول اخليك تخلص الجملة الاولانية اللي هي دهيت، الجملة دهيت عايزين نخلصها كده ونحطها في جملة معاد صياغتها بشكل كامل. تعالوا نقراها مع بعض كده ونشوف على الاربع خطوات اللي انا حطيتهم دول جملتك هتطلع زي الفل، ومش هيبقى في اي وجه شبه خالص ما بين الجمله اللي انت طلعتها مع الجمله اللي انت بدات منها. طيب الجمله الاساسيه عندنا: Despite the potential threat of using public Wi-Fi to connect to the internet, the statistics from this paper found that 20.9% often feel safe when accessing public Wi-Fi. طيب. انا قريت العباره دي، جميله العباره دي، فيها زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت الاوبجكتيفيتي اللي هي الراي والراي الثاني اللي هي الحقيقه، واضربها واطلع الحقيقه الثانيه منها وانزل كده الايه الفجوه المعرفيه. جميل، جمله محترمه هي في البحث ده. طيب الخطوة الثانية عشان اعمل بارافريز هو انك تدور على الفكرة العامة. في بعض الناس تيجي ايه تغير كلمات كده، يقول لك اغير البوتنشال دي واحط ايه بوسيبل، اغير معرفش تريت واحط معرفش ريسك، اغير. طبعا الكلام دوت لا يعني ليس له اثر في اعادة الصياغة خالص، وجملتك دي هتطلع في الاخر
ديتكتد ببرامج الامتحان النفسي. تعال، الجملة اللي احنا قلناها دي فيها فكرة واحدة، ايه هي الفكرة دي؟ لازم تطلع الفكرة الاول. اذا طلعت الفكرة تقدر تكتب على الفكرة باسلوب، لكن لو خدت بقى كل كلمة والتانية كده وقعدت تصيغها هتقع يعني هتقع وقوع المحترم كده زي ما بنقول في الامتحان النفسي، خلاص؟ فرقم اثنين get the idea out، نطلع الفكرة. والفكرة هنا هي ايه؟ lack of safety of using the internet، زي ما انا حاططها هي الفكرة العامة بتاعتنا، lack of safety in using the internet، هي دي اللي الراجل اتكلم عليها. جميل جدا. طيب نخش بقى في المعمل. لازم يكون كده عندك معمل اسمه معمل الكتابة الأكاديمية بتاعتك، اللي هو بتجهز بقى الايه الفوكاب بتاعك، وبتجهز الادفيرب والادجكتيفز والفريزز والنيوترال فريزز والكلام الجميل ده. تعالوا نشوف يعني على سبيل المثال، وطبعا ما تغيرش كلمه كلمه، لا لازم تغير الفريز، عبارات. يعني الكتابه الاكاديميه عباره عن عبارات، فتاخد العباره كده وتحط عباره تانية. خلاص البوتنشال ثريت ممكن نقول ات هاي ريسك، في كتب طبعا فيها النيوترال فريز اللي ممكن تتعلم منها، ممكن من خلال خبرتك، ممكن من خلال قراءتك انت في الاوراق البحثيه تجمع الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها. فعندك هنا مثلا هاي ريسك، بناخد معاها البروبوزيشن ات هاي ريسك، يبقى انت تعرف كده ممكن اشيل بوتنشال تريت واحط بدلها ات هاي ريسك. جميل. بابليك واي فاي، البابليك واي فاي ديت ممكن اشيلها واحط بدلها مسميات كتير، من ضمن المسميات ديت مثلا فري وايرلس انترنت اكسس او فري انترنت، ممكن تكتب على طول فري انترنت لو عايز تاخدها بالتفصيل شويه، فري وايرلس انترنت اكسس. جميل. في حتة تانية قالها the statistics from this paper found، طبعا the statistics from this paper found ليها بقى معاني كتير قوي، ممكن تاخد عبارات كتير قوي، ممكن تلاقيها في كتب الكتابة الأكاديمية مليان. أنا اخترت لك من ضمن الحاجات دي حاجة واحدة جميلة هي مترددة كتير في الأبحاث، ما with regard to this study، with regard to this study دي هناخدها ونحطها بدل the statistics from this paper found. جميل. 20% طبعا لما كنا الناس اللي في كل دخلت امتحان الايلتس ولا التوفل ولا الكلام ده كله، طبعا لما كنا بنشوف تشارت ولا باي تشارت ولا خرائط كده وتحاول تعبر عليها باللفظ، خدنا النسب المئويه ديت ممكن تعبر عليها بكلام. يعني على سبيل المثال نسبه 20% دي ممكن اقول عليها ايه؟ 1 in 5 يعني اللي هي خمس، زي ما اقول المية فيها خمس عشرينات، صح كده؟ فاقول الخمس، خمس الناس اللي معايا دول عملوا كذا. فاقولها ازاي باللغه الانجليزيه؟ اقول كده 1 in 5 يوزرز، خلاص؟ يبقى ممكن اشيل 20% دي واحط 1 in 5 يوزرز. جميل. فيل سيف، ممكن اشيل فيل سيف ديت واحط بدلها ايه؟ فيل سكيور، أو sense of safety، أو safety perception، أو كل الحاجات دي ممكن أقول على أول feeling confident، ها perceiving confidence، ها كل الحاجات دي ممكن أحطها. عندي الconjunction هنا، العبارات اللي هي دي خدناها من الحلقة اللي فاتت اللي هي however وأخواتها، لكن وأخواتها من منها despite، هنا ممكن تاخد بدلها however، وجات تاني معانا الحاجة however هي في. جميل جدا. تعالوا بقى نرتب الحاجات ديت. انا مش عايزك بقى تاخد نفس الجمله اللي قالها، يعني هو عنده جملتين، قال جمله اولانيه حط الرابط الاول وقال جمله اولانيه وربط بيها الجمله الثانيه. احنا هنعمل حاجه لذيذه قوي، احنا هنجيب الرابط بدل ما هو حطه في الاول هنحط الرابط احنا في النص، خلاص؟ ونجيب الجمله اللي نهى بيها نبدا احنا بيها، والجمله اللي بدا بيها ننهي احنا بيها. يعني احنا لخبطنا الدنيا عشان اجدعها برنامج للامتحان النفسي مش هيطلع الكلام ده، خلاص؟ تعالوا نشوف الحلاوة بقى ديت، نرتب الجملة كده مع بعض، شوفوا بقى انا قلتها ازاي. ادي الجملة طلعت with regard to the study، يا سلام، واخد فاصلة كده لذيذة كده واشد بقى الجملة الأولانية. 1 in 5 users، خمس المستخدمين اللي عندي، usually feel secure، يا عيني. using طبعا feel، هتجيب كمان verb يبقى لازم الverb الثاني يتحط في ing، اهو secure في using free wireless internet access. يا سلام.
احط النقطه بتاعتي بالراحه واشد هاويفر، ادي هاويفر ان هو بداها فوق في ديسبايد، جبتها هنا في النص هاويفر. اخد الجمله الاولانيه بتاعته بقى اللي هي ايه، they are at high risk from hacker. بس هنا يعني الجمله اللي قالها هنا اللي هي ايه using الجمله الثانيه feel safe when accessing مش عارف ايه، او اللي هي الجمله الاولانيه اللي هي البوتنشال ثريت، انا شلت البوتنشال ثريت دي وحطيت بدلها ايه at high risk from hacker. طيب بذمتك بقى لو شفت الجمله الاولانيه وبصيت على الجمله الاخرانيه هل متشابهين؟ الفكره واحده طبعا، الفكره واحده، لكن الصياغه شفت، عاد نعيدها تاني كده. الجمله الاولانيه despite the potential threat of using public Wi-Fi to connect to the internet, the statistics from this paper found that 20% often feel safe when accessing public Wi-Fi. الجملة بتاعتنا with regard to the study, one in five user usually feel secure using free wireless internet access. However, they are at high risk from hackers. الكتابة الأكاديمية كتابة ممتعة ولذيذة ومحتاجة فن، عشان كده سمينا حلقاتنا Art of Academic Writing. خلاص؟ أشوفكم بخير الحلقة اللي جاية.